الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كاتب ومحلل سياسي بارز، وعضو في أهم مراكز الأبحاث المصرية والدولية. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة عام 1995، وشغل منصب أستاذ العلوم السياسية المشارك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترتين بين أعوام 2006 وحتى 2018. وترأس عبد الجواد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خلال سنوات الصخب السياسي من 2009 وحتى 2011. ترأس الدكتور جمال عبد الجواد برنامج دراسات العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأسس وأدار أول برنامج لدراسات الرأي العام. تولى رئاسة برنامج السياسات العامة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شارك ومثل مصر في معظم المؤتمرات الدولية المعنية بالتطور السياسي وقضايا السلام والتنمية بمصر والمنطقة. ونشر الدكتور جمال عبد الجواد العديد من المؤلفات والأوراق البحثية حول اتجاهات الرأي العام والمشاركة السياسية وعملية السلام والسياسات الحكومية وتطور أنظمة الحكم والعلاقات الدولية في الشرق الأوسط.